أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إليكم الموقف الإخباري، أهلا بكم. قرر الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالية الدكتور عبد الباقي عبد القادر بالقصر الجمهوري اليوم، وضم وزراء المالية والصحة الاتحاديين ووالي الخرطومة والمسؤولون بالصحة الولائية، قرر إرجاء زيادة رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية إلى حين التفاكر مع الشركاء للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الأطراف. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، وقال إن قطاع الصحة يعتبر من القطاعات الخدمية التي تؤديها الدولة ولا تزعى من خلالها لجني الأرباح. لأنه هذه الخدمات وهذه الأسعار الجديدة لا تشمل في الأصل خدمة الطوارئ، لأن الدولة دعمها بنسبة 100% كل خدمات الطوارئ، وهي خدمة ما تسمى بالعلاج الاقتصادي. السبب الرئيسي لتقديم أو تحريك هذه الأسعار أنه آخر أسعار كانت مجازة من مجلس التشريع 2018، وكانت يمكن بأرقام ضئيلة جدا، مما أدى إلى أنه الدخول أو الإيرادات الذاتية للمستشفيات تضعف بصورة كبيرة جدا، مما أدى إلى يمكن التوقف، وكل المواطنين لاحظوا الكلام ده، توقف الخدمة في أغلبية الأقسام في مستشفيات كثيرة جدا. وزارة المالية الاتحادية، وزارة المالية ولاية الخرطوم، وزارة الصحة الاتحادية ظلت الفترة السابقة تدعم خدمات الطوارئ وخدمات التسيير العام وخدمات شراء المستهلكات لكل أقسام الطوارئ. وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم الوضع الاقتصادي بالبلاد بالسيء، وأقر الوزير بأن الوضع المعيشي يحتاج لمعالجات عاجلة، لافتا إلى أن الجانب السياسي يؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وقال وزير المالية خلال تنوير لعدد من الأجهزة الإعلامية والصحفيين أن حل الأزمة السياسية الحالية يمكن أن يتم بأيدي السودانيين من غير أي إملاءات خارجية، مؤكدا أن هنالك مساحة للحوار ويوجد عقلاء بإمكانهم تقريب وجهات النظر للوصول لوفاق بين السودانيين. ثمنت وزارة المعادن الجهود التي ظلت تطلع بها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة من أجل التطوير والارتقاء بقطاع المعادن في السودان. وقال وزير المعادن محمد بشير أبو نمو خلال مخاطبته الملتقى السنوي لشركات الامتياز، قال إن الوزارة تسعى منذ وقت طويل لتنفيذ رؤيتها بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة، مؤكدا إسناد ودعم وزارته لجهود الرقابة على قطاع المعادن للنهوض باقتصاد البلاد. وفي السياق أكد مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول إلى أهمية الملتقى لاستعراض المشاكل التي تواجه قطاع التعدين ومعالجتها. ترأس وزير الزراعة والغابات المكلف الدكتور أبو بكر عمر البشرى الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لدعم السور الأفريقي الكبير بحضور ممثلي وزارة الصحة ووزارة العمل والإصلاح الإداري ووزارة الداخلية، ورحب البشرى بالمبادرة التي انطلقت في العام 2005 في بوركينا فاسو والخاصة بتنمية أراضي الساحل والصحراء، فيما أوضحت مدير الإدارة العامة للموارد الطبيعية بوزارة الزراعة والغابات الدكتور سوسن خير السيد عن تطوير مفهوم السور الأفريقي الكبير بأنه تدخلات مبتكرة لإدارة وتنمية أراضي الساحل والصحراء من خلال نهج شامل للإدارة المتكاملة والحفاظ على النظام البيئي والتنوع الحيوي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية في
في مواجهة مخاطر المناخ. أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 40 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في السودان ضمن مساعدات تبلغ أكثر من 294 مليون يورو لسكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب أفريقيا في العام 2022. وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان التزامها بدعم الشعب السوداني في المناطق المحتاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة من خلال الوكالات الدولية. وأشار البيان إلى أن هذا الدعم لإدراك الاتحاد الأوروبي للتحديات الخطيرة التي يواجهها السكان في شرق وجنوب إفريقيا بسبب التغيرات المناخية وعدم الاستقرار السياسي وتأثيرات جائحة كورونا. تطلع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وعبر منظوماتها الطبية العديدة بالدور الكبير في تقديم العديد من الخدمات العلاجية في مختلف التخصصات. وظل مركز السوداني للقلب يعمل طوال السنوات الماضية في توطين علاج أمراض القلب عبر توفيره لأحدث المعدات وتدريب الكوادر البشرية. وفي هذه الفترة ابتدر المركز علاج أمراض القلب لدى الأطفال وعمل العمليات الجراحية مجاناً للأطفال. وبداية العمليات دي حقيقة يعني ليك الدعم من وزارة المالية ودعم من وزارة الصحة، وتجري العمليات مجانية في مركز السودان للقلب. الحمد لله تعالى الآن بدأنا العمليات الأطفال من يوم 3 يناير 2022 وإلى الآن تم إجراء تقريبا 15 عملية قلب مفتوح للأطفال. دعا وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إلى ضرورة استبقاء الكوادر العاملة بجميع إدارات الطوارئ الصحية بالسودان، وذلك للحاجة الماسة لهم في تجويد العمل الصحي. وناشد لدى مخاطبته الاجتماع السنوي لمدراء الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالسودان تحت شعار تخطيط سليم وشراكات معززة لأجل استجابة فاعلة للمخاطر والمهددات الصحية. وناشد المجتمع الدولي للاستجابة لبرامج الطوارئ وعدم تأثر الدعم العالمي بالأوضاع السياسية في السودان، مثمنا أهمية الاجتماع للتخطيط القاعدي والتفاكر لتبادل المعلومات التي تتماشى مع الخطط الصحية في البلاد. نهاية الموقف الإخباري، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.